السلام عليكم، مرحبا بقناة مروكون ستريت فود، أكل الشارع المغربي. كيف قلنا كيدوزنا من المرحلة ديال الغسل ديالو، غندوزوه في العطرية ديالو إن شاء الله، وغادي يبقى لينا حتى الصباح فين ما شدت فيه العطرية ديالو مزيان وشربات وترقد على أحسن ما يرام. والصباح إن شاء الله غادي يدوز للشيف اللي مختصص في الطهي ديالو على حسب لي كليون، كاين اللي تيبغي على الفحم وكاين اللي تيبغيه في الفران. يعني الفران عبارة كيفاش نوصفه لك، يعني بحال شي بئر، يعني تيطيب لداخل ماشي افقي، يعني شي حاجة اللي بالعواد. كيف ما شفتوا معنا تتبان شهية هي من الدريساج ديال العطرية ديالو في الاول. ومرحبا بالجميع، وكنتمنوا لكم شهية طيبة، ونتمنوا الخير لجميع المغاربة إن شاء الله. يعني كيف ما لاحظتوا معنا ملي كنشرملوه إن شاء الله كنديروا ليه السلوفان ديالو باش يبقى لنا الصباح إن شاء الله بين ما ترقد مزيان في العطرية ديالو، وعاد غادي يخرج إن شاء الله صباحا باكرا عند الشيفان اللي برا متخصصين فيه ويطيب إن شاء الله. السلام عليكم. من بعد ما درنا الفخر ديالنا وزندنا العافيه ديالنا، كنجيو باش ننقيو هاد القدره هادي اللي غادي يدخل فيها من طبيعه الحال داك الدجاج اللي هو مشرمان ومضغمر ومخليلو كيتسارح. غنجيو دابا باش نقربوكم بزاف من المرحله ديال الطياب ديالو. وانتم كي تشوفوا ملي درنا الفخر ديالنا يزند غادي نحطوا العويدات ديالنا حتى هو باش يشعلوا. نعم سيدي، بهذه الطريقه هذه كنخدموا بهذه الطريقه ديال روبين هود، الطريقه اللي معروفه ديال الشعل تاع العافيه. غادي نحطوا هكا واحد 5 دقائق ان شاء الله، غادي نجي وغادي نلقاوه راه زند، وغادي ندخلوا باش يكمل الطياب ديالو هنايا لداخل. غادي نخليو هنا مس واحد 10 دقائق بما شد فيه العافيه، ومن ثم غادي نهزو غادي ننقلوه ديريكت للحفره.
من بعد ما حطينا العواد ديالنا حتى شدت فيهم العافيه غادي نهزوهم عاوتاني دابا من هنايا لهاد الحفره هذه مباشره باش سدنا السخونيه. غادي نبداو على بركه الله بسم الله. اوبس اوبس عاودوا نشدوا الاخر. اوبس وهذا الشيء اللي بقى عندنا هنايا غادي نخرجوا ليه الدجاج المشوي. من بعد ما هزينا دوك العواد اللي درناهم هنايا يشعلوا، هذا الشيء اللي بقى هنايا ما كنضيعوش حتى هو تنخدموا به، تنديروا به عاوتاني الدجاج اللي هو مشوي بطريقته. هذه طريقه تاع الشواء على الفخر، والطياب هذا غادي يكون راه في الفيديو غادي تشوفوا كل شيء. هذا كيطيب عليه المهل عليه بالصاد. من بعد فاش كنحطوا العواد ديالنا هنايا تنعطيه واحد البوز ديال واحد ساعه المكانه حتى كيشرب الحيط السخونيه تاع بصح وتيهبل الفخر. ديك الساعه كندخلوا الدجاج ديالنا غادي تشوفوا معنا في الفيديو. الدجاج كنمارينيوه وتنبيتوه باش يشد في الشرموله ديالو، ونغط ليه الصباح تنديروا هذه المراحل ديال الشعير كنخليوه حتى كتهبى، ومن بعد كنهزو عاوتاني الدجاج ديالنا كندخلوه لهنايا وتنتسناه واحد الساعه حتى ساعه ونص تقريبا وتيوجد. من بعد ما درنا العود ديالنا في ذاك الفران باش يشد السخونيه، غادي نخرجوا هذا الدجاج هذا كي تشوفوا المشاهدين ديال ستريت فود، غادي نخرجوا باش يطيب على برا. سير الله يعطيك الصحه، داك الشيء بيكون من سوم ومن غوم. سير دخل حط ليه فازي هوبس. دابا غادي نعطيو هاد 10 دقائق حتى 15 دقيقه، هذا راه كيطيب دغيا وغادي يكون موجود ان شاء الله. عندنا جوج ديال لي مارينات، وكذا تعرفوا الماريناد راه ماشي سهله. بالنسبه للعطريه ديال هذا الدجاج هذا اللي مشوي، عندنا جوج عطريات، ثلاثه كتبقى الرشوه ديال الكليان. عندنا وحده كتكون ريجيم وحده كتكون معشبه، والثالثه كناخذوا بعين الاعتبار ديال الكليان اللي بغى. كاين اللي عنده مثلا المعده ما تاكلش البزار ولا شي حاجه، كنخدموا السور كوموند، وهذا الشيء كامل تنديروه باش نرضيو الكليان بداك الشيء اللي بغى. هذا ما عندوش بزاف تاع الوقت، هذا كيستغرق شي 15 دقيقة مع كيكون الدجاج ديجا بايت ومشرمل وهكا كي بحال قلتي. فاش كيبات الدجاج كيعطينا 50% ديال الطياب، كنوليو هي تنقيسو هي بالعافية وتيطيب. والبنة راه حاضرة بقوة، وداك الشيء راه زويون وما غادي نقول لكم والو حتى تجيو، جيو ذوقوا وحكموا. والمحل راه كي تنعاودو نذكركم راه سميتو مشاوي مراكش، كنتواجدو في المقر حدا المقر تاع الضحى، الشارع الكبير اللي كيجيب من ديكاطلون كتمطالب بحال غادي للآفاق، كتوصل الرومبا الأولانيه اللي فيها البيرو تاع البيع تاع الضحى. حنا راه كنتواجدو حدا بالقرب من التجاري وفو بونك. غادي نخليو الفخر ديالنا باش ما يتحرقش لنا، غادي نعطيوه هي شي شويه. كنحاولوا نطيبوا بهذا الرماد هذا، ما كنطيبوش حنا بهذا الجمر، كنخليو الفخر ديالنا حتى كيهبى كامل وكيطيب هي بهذا المهل هذا. هذا هو السر ديال الطبخ المغربي كامل. غادي نزيدوا شويه تاع العواد ديالنا باش ناخذوا كونتيتي كثيره. اليوم راك عارف اللهم بارك نهار الجمعه وسبت وحد كيكون عندنا شي شويه الاكتظاظ. وبالنسبه للناس اللي بيجيو عندنا في الويكاند كان يستحب انه يتصل باش نخليو ليه لا كوموند ديالو، ما كيكون الاقبال بزاف على هذا الدجاج هذا. وكاينين الناس اللي كيجيو ضاربين الطريق وفي الاخر ما تيلقاوش هذا الدجاج وتيطلع ليهم الدم. يعني يستحب انه بنادم اللي جاي نهار الجمعه وسبت وحد انه يتصل ويحجز، كان افضل. هوب هوب
وكنصدجو بداكشي بلدي، داكشي ديال كنصدجو بالغيس. كي طلعتهم من بعد ما خلينا التوجد، ها هو السياسيين غيقوم بالفتح. حلينا هاد القدره هادي، نشوفوا داكشي كيطلع. او لافخه، هادي هي النتيجه الاخيره، هادي النتيجه النهائيه. كيخرج هكا محمر زويون مضغمر طيب طياب المهل، وفيه واحد الريحه يا سلام. شوفوا اللون ديال الدجاج كي تيطلع في هاد فاز الطياب هذا، كيجي رائع. وبالنسبه لهذيك ديك الجميله اللي كتكون لتحت، هذاك هو المزيج ديال الدجاج، المزيج ديال المرقه تاع الدجاج. هذه كنضيفوها مع الرز وكيولي فيه واحد لوغو حتى هو يا سلام. وصلنا دابا لواحد المرحله ديال اننا غادي ندريسيوها بالدريساج اللي هو ديال المحل. غادي نكلفو الشيف حمزه خصيص في الدجاج، عطينا شي دريساج يكون ناضي لهاد الدجاجه هذه كي تخدموا بها في المحل ديما. مرحبا. فازي. بسم الله. بين لينا اييه. كيلاحظوا راه كيحط الاقتصاد ديالو اللي ديجا مغسولين، داكشي ما نهضروش عليه. كيحط الدجاجه ديالو وغادي يرافقها لنا. باش غادي ترافقها لنا السي حمزه؟ الروز عندنا، عطينا الروز ديالها و... عندنا كلشي ان شاء الله. يا الله نشوفوا. واه فكرتينا غير بشي عراسيه. ضروري. اييه. غادي نزيدوها ان شاء الله صلاد مشاوي. هاد الصلاد هادي يمكن نشرح لنا مناش كتكون هاد الصلاد المشاوي هادي؟ الصلاد المشاوي كتكون على خيزو فرابي. اييه. مع الخيار. أيه. مع الليمون، مع التفاح. مع الرايب ديالو، يعني مع لي بات، يعني صلاد واخا اللي زويونه. سي تيكون تقريبا مثلا نديرها بحال صلاد فروي. تقريبا صلاد الفروي، ولكن هي واخده من شويه خضره وشويه ديسير. يعني تسمينا هذا تشوفوا لنا واحد النيم ديالها في الميني صلاد مشاوي. هاد الصلاد هادي راه سبيسيال ديال المحل، ولي كومبوزون ديالها حتى هما راه سبيسيال، ماشي شي حاجه اللي متوفره في جميع المحلات تقريبا. راه كي كتشوف راه الدجاجه راه غاديه وكتاخذ واحد الرونق ديالها. هاد الكميله راه سوفيزون لخمسات الناس تقريبا هاد الصحن هذا. كدير الحار، ما نسيتيش مالي الحار، الله يعطيك الصحة. ضروري ضروري، هذه اختصاصية بلدية ديال الدار عندنا، صاحب الكوزينة. ديرو شوف كيما فيت إن شاء الله ديالو. واه من بعد ما دريس لنا الشيف حمزة الدجاجة ديالنا، ها انت هما المشاهدين، هكا كتجي الدجاجة ديالنا. هاد البلا هذا راه كامل العائلة تقريبا. مرحبا. وبالنسبة للناس اللي تيجيو بوحدهم، اللي تيكون شخص واحد، حتى هما ما نسيناهمش، حتى هما درنا لهم ربع ديالهم اللي غادي يقدموا لنا حمزة. ورينا كيف تقدم هذا الربع هذا عند السي حمزة. ها انت شوف الربيع داكشي، يا سلام. على حسب البيرسون، واش بغا صلاد مشاوي ولا الرز المندي. ولا الرز المندي، الله يعطيك الصحة. وصلنا للمرحلة الأخيرة ديال الربع ديالنا، هكا تيخرج. بالنسبة للناس اللي كيجيو بوحدهم، بالنسبة للعائلة كنوفروا ليها هاد الدجاجة هادي اللي هي بيان صواني. وبالنسبة لواحد راه كنوفروا ليه هاد الربع هذا ديال الدجاج اللي كيتكون من صلاد مشاوي بيان سور، والفريت، وشي شويه ديال الخيار، والربع ديال الدجاج. وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجبكم هادشي اللي كنديرو، خلي لنا شي راي زوين وبارطاجيو. وكبانت لكم شي حاجه باش نفعونا، خليوها لنا في كومونتير. ومرحبا بالجميع، وكنشكروا مروكن ستريت فود على هذه الاستضافه هذه. عطينا ديك الكومونت ديال لافامي، مرحبا. الدجاج المندي، الله يوفقك العائله. مرحبا. مرحبا. بسم الله. مرحبا بالناس المغرب كلهم. مرحبا.